السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى، كيف عليكم حضرتك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. من فترة كان في زوج قال للدكتورة تبقي طالق لو ما جبت لك حاجة ولو خدتي مني فلوس وادالها وجاب لها، يعني علق الطلاق على نفسه ووقع الشرط. هل ممكن ناخد بكفارة اليمين لأنها الطلقة الثالثة ونيته المنع؟ قال لها ممكن تاخذي بالقول الاخر اذا كانت ليست نيته الطلاق. بالظبط، هو نيته المنع في وقتها، قول يقول كده، في قول سمايل، يعني ناخد بكفارة اليمين. في قول يقول كده، نعم، سواء الطلقه الثانيه او الثالثه او الاولى، ليس للطلقه الثالثه تاثير في الحكم. سلام عليكم.